مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الى اخره. مين فينا ما يعرفش هدى شعراوي او لطيفه النادي او الكابتن طيار مصريه، او بلاش كده، حتشبسوت وكليوباترا والاسامي الجامده قوي اللي اول ما بنسمعها بنفتخر جدا ان هما كانوا ستات مصريه. في منهم اللي ساب اثر تاريخي غير مسار تاريخ مصر تماما، وفي منهم اللي ساب اثر سياسي، وفي منهم اللي اضاف حاجه ثقافيه للبلد، وفي منهم ابطال تانيين كتير قوي محدش يعرف عنهم اي حاجه. زي كل ست مصريه دلوقتي بتتفرج عليا، هي بطله، بطله وبتكافح على حاجه معينه، سواء بقى حلم او كيان بتحاول توصله في شغلها، او حتى كيان بتحاول تعمله لاولادها، او حتى لو ست بيت وبتحاول تحافظ على بيتها وتخليه ماشي بشكل كويس وتربي ولادها تربيه كويسه، فهي برضو بطله. كلكم ابطال، كلكم أبطال لدرجة إن اليوم العالمي للمرأة اللي هو 8/3 بيحتفل بيكم وبيكرمكم وعامل لكم يوم مخصوص قال يعني إن ده عيدكم. بس الحقيقة أنتوا كل وقت ليكم عيد، مش اليوم ده بس. بالمناسبة البلد عاملة نفس اليوم ده للمرأة برضو بس 16/3. هو أنا الحقيقة مش فاهمة ليه التفرقة في التواريخ دي، يعني ليه اليوم العالمي للمرأة 8/3 واليوم المصري 16، بس يعني إحنا دايما بنحب نختلف، ده مش موضوعنا. الاختلاف برضو ضروري، زي كده ان عيد الحب 14/2 في العالم كله وعيد الحب المصري 4/11، سواء اتفقنا او اختلفنا على عيد الحب، بس اختلاف تواريخ مش فاهمة ايه ضرورته يعني. واسمع علينا، انت تستاهلي يكون ليكي يوم، كل يوم، كل يوم ده بتاعك، كل يوم ده ليكي انت، المفروض تبقي عارفة ده وتكرمي نفسك، مش مستنية العالم كله يكرمك في يوم عالمي او حتى يوم مصري. انت محتاجة تبقي مؤمنة بس بنفسك، مؤمنة بنتي تقدري تحققي ايه وما تحققيش ايه، مؤمنة ان ايا كان حلمك تقدري توصلي له بدون بقى تفكير في ظروف او في سن او بدون تفكير في اي حاجة حواليكي الا بس امكانياتك انتي اللي انتي بنفسك بتقدري تشتغلي عليها وتطوريها وتكبريها. حلقة النهاردة هتكون بتتكلم عن الابطال اللي كتير مننا ما يعرفهمش. هنجيب سيرة ابطال تعرفوهم، بس الكلام الاكبر عنك، كلامي موجه ليكي. كل حد بيسمعني دلوقتي وعنده حلم او عنده هدف او عنده حاجه عايش عشانها. الحقيقه احنا بقينا بنيأس بسرعه، برضه مش عارفه ليه، نفسنا بقى قصير. احنا نفسنا الجيل ده بتاع العشرينات دايما بقى نفسه قصير، بمجرد ما جربت مره واتنين عشان اوصل لحاجه معينه بتعب وبيأس، وممكن اغيرها اصلا، وممكن اتخلى عنها، وممكن ابقى عايشه كده وخلاص، واقول خلاص بقى ما عدى وقتها، مع اني ما بيتهيأليش ان الاحلام ليها تاريخ صلاحيه او ليها وقت معين المفروض ان احنا بنحلمها فيه. بس بيتهيألي كمان ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تحدد هل ده الوقت المناسب للحلم ده ولا لا هي نضجي الفكري مش اكتر، وشويه ظروف كده انا اللي بخلقها، بس مش اي حاجه تانية. منين بقينا بنقول انه عدى وقتها، او منين بنقول لحد مثلا وصل لسن معين خلاص انت كبرت ما بقاش ينفع تعمل الحاجه دي اللي هو بيحلم بيها من وهو صغير؟ على اي اساس بنقول الكلام ده؟ حد قال ان الاحلام ليها تاريخ صلاحيه، ليها وقت معين وبعد كده ما بتنفعش، او ليها وقت معين وبعد كده بتفسد ما بيبقى لهاش قيمه؟ انا شايفه ان حتى لو غيرنا الاحلام او الاهداف او الاتجاهات، بس لازم نبقى برضو مكملين بنحاول مره واثنين وثلاثه في هدف والتاني والتالت لحد ما نلاقي نفسنا في حاجه معينه، بس عشان نحس ان احنا عايشين اصلا. ممكن هدفك ده يكون، او هدفك، عشان احنا الحلقه دي بنتكلم اكتر عن الابطال المصريات الستات العظام قوي، مش لازم يكون الهدف او الحلم ده حاجه بتوصلها في شغل او في كارير او حاجه عايز تحققها في نفسك. ممكن يكون هدفك في ولادك، تحاولي توصليهم لبر الامان، تحاولي تعلميهم وتربيهم بشكل كويس. ممكن تكوني بس بتحاولي انك تشتغلي على نفسك اكتر، انك تبقي مثقفه وطول الوقت تحسي انك مواكبه العصر عشان تعرفي تتعاملي معاهم، وممكن حاجات تانية كتير. كونك بس في بيتك بتقومي بواجباتك كاملة، تاخدي بالك من جوزك وأولادك وحياتهم واهتماماتهم ودراستهم وتربيتهم طبعا على رأس كل ده، فده في حد ذاته بطولة وهدف، وهدف مهم جدا لا يقل أهمية عن أي حد بيحلم إنه يحقق حاجة في شغله أو في كيانه. أما بقى الناس اللي عندها أهداف في شغلها وبتيأس ونفسها قصير بدري، النهارده هيكون معانا نموذج مشرف جدا. هي بدأت أصلا متأخر بس كملت للآخر، زي كتير قوي ناس حاولت تبني نفسها وقابلت مشاكل محدش كان طريقه مفروش بالورد،
اصلا النماذج اللي احنا بنتكلم عنها التاريخيه دي ما كانش فيه منهم حد طريقه ممهد، بالعكس كلهم طريقهم كان مليان عقبات. يمكن احنا دلوقتي في 2020 الحياه ممهده بالنسبه لنا ومليانه امكانيات وحاجات في التكنولوجيا اللي احنا بقينا عايشين فيها دي تخلينا نقدر نحقق حاجات كتير هم ما كانوش قادرين عليها، ما كانتش بالسهوله دي وما كانتش متوفره بالبساطه دي. يعني انا دلوقتي اقدر امسك موبايلي ويبقى عندي 19 ابلكيشن كل حاجه منهم في مجال معين بتعلم عليها حاجه معينه، اقدر افتح اليوتيوب اتفرج على فيديوهات في اي مجال انا عايزاه واتعلم حاجه جديده فطور من نفسي فبقى احسن. هم ما كانش عندهم ده، ما كانوش قادرين يعملوا ده، ما كانتش الحياه بالبساطه بالنسبه لهم كده، ومع ذلك قدروا وحققوا وعملوا انجازات عظيمه جدا بنتكلم عنها النهارده وبنحكي عنها، ولما بنذكر اسمائهم بنبقى بنشير بس الرمز انهم حاولوا وحاربوا وثبروا لدرجه ان احنا بندرسها كمان في الكتب. بس للاسف ما متعلمش منها ان احنا نعمل ده برضو، مع ان دلوقتي زي ما قلت لكم طريقنا احنا ممهد اكتر واحنا نقدر نعمل ده بسهوله اكبر. كل حد او كل ام او كل ست او كل بنت عندها حلم وبدات تقف وتتعب وتيأس تحس ان هي مش قادره تكمل، في مقوله بحبها جدا بتقول السير في طريق الوصول وصول. شغلك على نفسك وانت بتحاولي توصلي لهدفك وانت بتحاولي تشوفي حلمك وهو بيتحقق ده وصول في حد ذاته ونجاح، وانت بتحاولي مره واثنين وثلاثه وبتفشلي وبترجعي تحاولي تاني بتتعلمي حاجات كتير قوي وطول رحلتك تكسبي حاجات اكتر فده وصول ونجاح. محاولاتك الكتير اللي ما بتخلصش ممكن تتعبي بس ما ينفعش تقفي ده برضو نجاح ده وصول. حتى لو في الاخر ما وصلتيش للهدف ولقيتيه كان مش هو ده مش مشكلة، بس الرحلة نفسها تعلمتي فيها حاجات كتير واكيد الحاجات دي هتساعدك تلاقي هدف تاني، عشان احنا لازم نبقى طول ما احنا عايشين عايشين لهدف، مينفعش نبقى عايشين كده هباء بناكل ونشرب وننام وبس. فين الحياة في كده؟ امتى تحسي ان انت الدم بيجري جوه عروقك ومتحمسة وحاسة بانه في حياة في يوم جديد بيطلع علينا؟ مش هتحسي ده بس غير لو انت عندك هدف بتسعي عشانه. مش مشكلة نغير الاهداف من وقت للتاني لو مش لاقيين نفسنا في حاجة، بس المشكلة نبطل نحلم اصلا ونبطل يبقى عندنا حاجة بنسعى ليها. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن يحصل فيها انه نبطل نعمل ده الموت، لكن غير كده مينفعش. ومش في اي سن على فكرة، انت طول ما انت عايشة انت بتحلمي وعندك اهداف مش في سن معين، لان الروح هي اللي بتحلم وبتتمنى وبتشتغل على نفسها، عقلك بيساعدك بيفكر معاكي وبيطور منك وبيخلق لك طرق، بس مش هو اللي بيحلم مش هو ابدا. دايما طول ما انت عايشه لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك حلم، لازم يكون عندك حاجه بتحاولي تحققيها، علشان ببساطه من غير ده انت هيبقى ولا ليكي اي لازمه في المجتمع ما بتعمليش حاجه. ايه دورك؟ لو انت دلوقتي بتتفرجي عليا وبتفكري بس 5 ثواني في ايه دوري ولقيتي ان انت عندك دور بتقومي بيه حتى لو في حد غيرك زي اولادك مش فيكي انت، فانت بطله وعندك هدف حلو قوي ومهم جدا وبتخلقي جيل وبتربي وبتعملي حاجه مش اي حد يعرف يعملها، ومش دايما بتنجح علشان مش دايما الامهات اللي بيعملوها بيعملوها صح. فاشتغلي برضو على نفسك، حاولي تطوري طريقتك مع اولادك او في بيتك، فبالتالي انت عندك هدف. لكن لو بتتفرجي عليا دلوقتي وبتفكري انا عايشه ليه لقيتي ان انت ما بتعمليش اي حاجه في حياتك خالص، يبقى انت محتاجه تشوفي فين وجه الاستمتاع في حياتك دي. ما ينفعش تكوني بعد ما بقيتي حفيده حتشبسوت اللي حكمت مصر 21 سنة تبقى حياتك ملهاش أهمية أو ما بتعمليش حاجة. ما ينفعش تبقي بنت النبي وتبقى سيدة نساء الجنة خديجة بنت خويلد هي دي أمك وما بتعمليش حاجة. ما ينفعش، ما ينفعش تبقى حياتك سلبية، وما ينفعش تضيعيها في تفاهات، ما ينفعش يبقى كل قعدتك على الانترنت
بتتشاتي مع ناس صحابك وبس، وما بتستفديش اي حاجة، نميمة وكذب وقرف وحاجات ملهاش اول من اخر وبس. فين دورك؟ فين تأثيرك؟ فين بصمتك؟ بحب قوي البنت او الست اللي لما تقعد في مكان بعد ما تقوم منه احس انها زودت لي حاجة، سابت لي حاجة، كان فيها حاجة حلوة اضافت لي، مش لازم معلومة، يمكن بس انطباع. بيفرق كتير كتير قوي. قبل كده قلت ان الكائنات اللطيفة اللي على وجه الارض هي الستات او البنات. البنات كائنات لطيفة ولا يصدر منها الا كل ما هو لطيف. اتمنى اكون واحدة من الناس دي وبعمل ده، بس فعلا انتوا ما ينفعش تتشافوا غير كده، ما ينفعش تتشافوا غير حاجات حلوة، حاجات بتزود، حاجات لما الواحد يبص لها يحس ان هو فخور جدا ويقول الله بجد ويسقف ويبقى منبهر باللي هو بيشوفه، وخصوصا لما تكون امكانياتك قليله وتعبتي قوي عشان تعملي ده. بيحس ان النص الحلو اللي في المجتمع اضاف له بجد، اضاف له حاجه حلوه، ما بقاش حاجه بالبشاعه اللي ناس كتير قوي دلوقتي بقت بتشوفها، وما بقاش بالتفاهه اللي تخليه ما بقاش بيحقق حاجه زي الاول. نموذج النهاردة كابتن أميرة بوشوشة. الست دي بدأت تلعب بوكس وهي عندها 26 سنة. هي هتطلع تحكي لنا الحكاية بالظبط، بس يكفيني أقول لكم إن هي بقت بطلة الجمهورية في البوكس وبقت بتدرب دلوقتي. مرت بظروف كتير قوي صعبة وحاجات كتير قوي محبطة على مدار 10 سنين، بس في العشر سنين دي ما فكرتش تستسلم. وانتوا بتسمعوا هتحسوا بالفخر اللي انا بحاول اقولكوا عليه، وهتحسوا ان انتوا لازم يكون عندكوا هدف ولازم يكون عندكوا حلم. استنونا بعد الفاصل مع كابتن أميرة بوشوشة. اهلا بيكم مره تانية، ومعايا دلوقتي في الاستوديو كابتن اميره ابو شوشه، بطله الجمهوريه في البوكس واللي حاليا بقت بتدرب. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. نورتيني في الاستوديو ده. اولا حبيبتي عايزاكي بقى تحكي لي كده الحكايه من الاول، ازاي اصلا قدرتي تلعبي لعبه زي دي؟ الحكايه تاخد حلقات كتير وقت كله عشانك. اتفضلي يا حبيبتي. ها والله احنا بدانا يعني تعبت كتير في حياتي، وحصل لي ظرف كده كان كبير، يعني حصل لي ظرف المفروض ان لو واحده ست عاديه مش هتعرف تقوم يعني، بس فضلت اشتغل على نفسي، فضلت ان انا احفز نفسي، وكان عندي اصرار، وده كمان مش من فراغ يعني، عندي اسره، في حد قوي كان بيحفزني. طيب حضرتك اصلا كنت بتلعبي وانت صغيره بوكس؟ لا. بدأتي انت عندك كام سنه؟ 26 سنه. دخلتي لعبتي بوكس على طول؟ يعني ما حاولتيش مثلا تتدربي رياضه عموما وبعد كده تبقي بتلعبي اللعبه؟ لا للاسف، هو انا كان وزني تقيل وكان عندي سمنه وكان عندي اكتئاب. طب بدأتي ازاي بقى تتخلصي من كل ده؟ طبعا رحت لدكتور تخسيس، فقال لي لازم تلعبي رياضه مع الادويه والحاجات. طبعا ما حبيتش ان انا اخد ادويه، بس ابتديت اتجه للرياضه. اول مره يئست طبعا، تعبت بدأة كبيره، فطبيعي ان انا اتعب. صعب جدا. وبعد كده طبعا لا، قررت ان انا لازم ابدا. يعني حضرتك كنت نازله تلعبي رياضه عشان تخسي؟ علشان اخس. جه ازاي بقى موضوع البوكس ده؟ الموضوع البوكس طبعا بشكر كابتن محمود عبد المجدي، ده اكتر شخص حفزني واكتر شخص وقف جنبي ودعمني جامد. هو كان ليا برضو اصدقاء، هذكر اسمهم يعني. كل الشكر لكابتن محمود. ميرسي. عمرو ومحمد، ودول كانوا برضو حد كانوا في ظهري يعني، كانوا بيحفزوني جامد.
بس، واشتغلت على نفسي لحد ما نزلت من 122 كيلو، نزلت 41 كيلو ما شاء الله. في 4 شهور. رياضة بس مش بتاخدي أدوية؟ رياضة بس. طب ده زي يعني حضرتك ما شاء الله عملتي حاجة حاجة. عظيمة جدا. طيب انت كنت نازلة اصلا مش في دماغك ان انت هتعملي حاجة في خالص البوكس، وانت نازلة بس تلعبي رياضة عشان تخسي، خالص. مين بقى حطك على اول الطريق وعملتي ايه؟ هو طبعا كان في بطولة الدرجة الأولى للشباب والسيدات يعني في اسكندرية، في المدرسة العسكرية اللي في اسكندرية. فطبعا الكوتش قال لي بعد ما نزلت مثلا حوالي حاجة و30، قال لي هناخد أجازة بقى علشان خلاص أنا عندي بطولة و15 يوم نقعد في البيت وكده. تعبت نفسيا إن هو بيقول لي كده. هو الكوتش اصلا بيدرب بوكس فكان نازل المعسكر أيوة، ده، كان في بطولة جمهورية وانتي ما كنتيش عايزه تقعدي في البيت. خالص. قلت له اجي معاكم اشجعكم، قال لي ازاي؟ قلت له عايزه اجي معاكم اشجعكم مش هلعب. فطبعا المفروض ان انا مش بلعب، مش متسجله في الاتحاد المصري للبوكس. فقال لي مش هينفع، قال لي طب خلاص نشوف. عمل محاوله في الاتحاد الحمد لله، يعني ده عشان وسجل في اسمك. نصيب تسجل اسمي، وده كان يعني اول مره تسجيل الاسم يبدا للدرجه الاولى من السن الكبير. يعني كان لازم ابقى في الشباب والناشئين والشباب، وبعد كده لا سبحان الله يعني انا يعني دي حاجة دخلت أصلا ما الاتحاد. كانتش عادية في الاتحاد، إنه بيبقى بالظبط. في ناس بتدخل في السن الكبير ده، ما كانش في حاجة عادية زي كده. حضرتك أول حد يعمل ده. دخلت طبعا الاتحاد وعمل لي كارنيه، وهروح بس اشارك بالوزن، مش ما كنتش هلعب يعني، هشارك بالوزن هاوزن وهنسحب مش هلعب. بس كده يعني حضرتك ما كانش هيبقى ليكي أي دور تاني حتى غير بعد ان تسجيلك في الاتحاد. طبعا وكنت رايحة معاهم ان هشارك بالوزن بس مش هلعب. فطبعا قال لي، هو كان يعني قال لي خلاص انتي هتشاركي ومش هتلعبي. فانا قلت له طب ليه ما العبش؟ قال لي ما ينفعش، انتي لسه ما تدربتيش وما تأهلتيش التأهيل الكامل للعبة يعني. تمام. فقلت له لا انا عايزة العب. عسكرتي معاهم في اسكندرية. ما فيش، ده احنا كنا في البطولة بالفعل. نزلت، كان الماتش بتاعي هيتلعب تاني يوم الصبح. لعبت الحمد لله، وأول ماتش طلعت البنت عدم تكافؤ يعني. حضرتك ضربتي البنت وطلعت فيها عدم انضربت. تكافؤ وانتي مش متدربة وانا خالص. لسه يا دوبك ابتديت يعني العب شمال يمين، لسه جديدة الشمال يمين ده اللي هو بداية شمال، التدريب اللي هو خالص بداية قبلها التدريب. بيوم، وطلعتيها عدم تكافؤ. طلعت عدم تكافؤ. هاي كنت لو اتدربتي هتقتليها بقى، مفيش تاني حاجة تانية. ماتش كان تاني يوم، كان في نفس اليوم بس آخر النهار. لعبت برضو ماتش يا دوبك 2 دقيقة وإيه اللي وطلعت حصل؟ عدم تكافؤ برضو. عدم تكافؤ أيوة. برضه. وكانوا بيلعبوا من قبل كده، يعني هما لعيبة من فترة وخرجوا قدامك عدم تكافؤ بعد دقيقتين. أيوة. ما شاء الله يا كابتن، لا انت واضح ان الموضوع وراثة. حد كان بيلعب بوكس عندكم طيب في العيلة؟ لا لا لا، بس احنا في حد يعني، انا عندي مامتي قوية جدا يعني، طب ست كلميني عن قوية. مامة حضرتك كده، يعني ايه دورها في موضوع البوكس ده؟ لا مش دورها في موضوع البوكس، هي ست من طبعها قوية وشخصيتها قوية وحمولة، ويعني انتي ورثتي حد بقى الموضوع ده منها. استاذن حضرتك بس ناخد المداخله دي. اهلا. الو استاذ تمام. احمد، ايوه تفضل حضرتك معانا على الهواء. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا انتوا متصلين بيا عشان البرنامج بتاع كابتن زوجتي. اميره اتفضل. حضرتك على الهواء. استاذ احمد زوج مساء كابتن الخير يا اميره. احمد. امير عامله ايه؟ الحمد لله تمام، نور الدنيا. تسلم يا حضرتك احمد. تحب تقول لها حاجة معينة وهي كابتن بوكس عظيمة كده؟ هي غير ان هي كابتن بوكس عظيمة، هي زوجة عظيمة فعلا. تسلم. حلو قوي ده. ميرسي. والرياضة مش مؤثرة خالص على حياتها الأسرية وعلى بيتها وعلى اهتمامها بزوجها ميرسي يا وكل احمد. حاجة يعني. كانت مهمة قوي الشهادة دي. ميرسي قوي استاذ احمد. ميرسي يا استاذ احمد احمد. بيدعم حضرتك طبعا وبيقول لك ان انت مش مقصره طبعا خالص، هو في ظهري بجد، امينه. دي حاجه حلوه جدا، يعني انت في ناس من عيلتك في ظهرك. لا هو كنت في بتقولي ظهري لي حضرتك وارثه جينات العند والقوه والمثابره دي من والدتك، من والدتي. مش بقول لكم يا جماعه يعني الستات المصريه ما شاء الله يعني عظمه. ميرسي. طيب كملي لي حضرتك، بعد ما لعبتي وطلعتي الاثنين عدم تكافؤ
خلاص انا الوحيده، البنت الوحيده في الفرقه كلها. هو فعلا انا البنت الوحيده اللي كنت في الفرقه 10 لعيبه، كل الاوزان كلهم خسروا، انا البنت الوحيده اللي مش متوقعه ان انا كملتي اجيب ميداليه فضيه اخدتي ميدالية للنادي. فضية ما شاء اول الله، مره كنت العب. هي أول مرة تلعبي وأول بنت تعمل كده وأول ايوه، حد يتسجل في ورحت الاتحاد معاهم وانا كنت رايحه اشجع بس. ما شاء الله، ورايحة تشجعي بس وطلعتي بنتين عدم تكافؤ، ايوه، الله ينور يا كابتن. بعدين كمليلي، عايزين نشجع بقى البنات المصريه كلها. هو البنات المصرية أي بنت مصرية تقدر تعمل اللي هي عايزاه، يعني لو حطت حاجة في دماغها هتقدر تعملها. هو بصراحة مش أي بنت بس، أي حد فينا ربنا خلقه عنده كل نقاط القوة اللي تخليه يعمل اللي هو بس عايزه. الأسرة برضو لازم تحفز البنت المصرية إن هي تساعدها على تشتغل كده. على نفسها. طب لأن كمليلي حضرتك بعد كده عملتي ايه؟ يعني لما نزلتي بقى الكابتن قالك ايه؟ اتعمل لي احتفال كبير جدا في النادي، مركز الشباب بتاعي اللي هو الوفاء والأمل. اللي انت كنت طالعة تبعه وكنت مبسوطة جدا، كنت أول مرة أعمل حاجة كويسة وقررتي ليه، بقى ان انت تكملي، وقررت إن أنا أكمل. بدأتي طيب تعملي ايه؟ يعني نزلتي تتدربي بقى ولا بدأتي خلاص تاخدي؟ بقى بانتظام، بقيت زي الولاد، بحضر التمرينات، ممكن ألعب مع ولاد. الفايت بتاعي مع الولاد مش مع البنات، ما كنتش بحب ألعب مع البنات. كنتيش يعني بتحبي تلعبي مع البنات؟ عدم علشان تكافؤ بقى هما وكده. يعني لا، بناخد قوة الولاد. يعني لما البنت بتلعب مع بنت بتحس ان هي، لكن لما العب مع ولد حتى لو مش هبقى في نفس الاداء بتاعه شوية بتعلم منه. وجهة نظر. هيك ما بتحبيش تلعبي مع البنات، بتلعبي مع الولاد بس. طيب وصلتي بقى انك تاخدي بطولة الجمهورية امتى او ازاي؟ التانية اه التانية بقى خلاص، كنت خلاص انا عرفت البداية ازاي، وما كانش ينفع ان انا ابطل، خصوصا ان جسمي بقى يعني كويس، من 122 كيلو اللي بقيت 81 كيلو. تاني بطولة لعبتها كنت 79. فقررت ان انت تكملي. طيب ناخد مكالمة. الو نورة، الو، مساء الخير، اتفضلي حضرتك على الهوا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بس انا عايزه اسال مدام اميره لو يتعب يعني اسالها سؤال. اتفضلي. مساء الخير يا مدام اميره. مساء الخير يا نورة. ممكن بس حضرتك توطي صوت التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا كويس، والكابتن معاكي بترد عليكي. انت حضرتك قلتي انا سجلت سن كبير. تمام. طب يعني السن الكبير ده قد ايه؟ يعني مثلا 25 26 30 كام بالظبط؟ هي كانت وقتها 26 سنة، الكلام ده كان من 10 سنين يا كابتن؟ ايوه، كام؟ 26 سنة. ما شاء الله. طب بصي، لو حد عنده مثلا 30 32 ممكن يبدأ؟ ممكن نبدأ. طيب التدريبات طبعا لازم تبقى في مكان معين، يعني ما ينفعش يعني اتواصل مع حضرتك كده واعمل تدريباتي او تمارين دي في البيت. اوكي تمام. اوكي، طب ممكن حضرتك سيبي رقم تليفونك بس في الكنترول واحنا هنوصلك بكابتن اميره وتتواصلوا مع بعض، وهي هتقول لحضرتك تعملي ايه بالظبط. كابتن انت اهلا بتدربي وسهلا. دلوقتي صح؟ يا فندم. هي نوره عايزه تتدرب وبتشوف هي تقدر تعمل ايه في البيت او تقدر تشتغل ازاي على نفسها. هنسيب لك اوكي رقم تليفونها في تمام. الكنترول حضرتك تتواصلي معاها. اوكي، كملي لي بقى، قولي لي نزلتي بطوله الجمهوريه الثانيه دي. التانية كانت في المركز الأولمبي في المعادي، ويعني اشتغلنا سنة سنة على نفسنا. بتدربي. سنة لعبت طبعا وزن غير الوزن، 79 كيلو. لعبت وقعت قضي على طول. كانت بنت ال وقعتي قضي، يعني اه نزلها ضربة وقعتيها، كانت ما بنت شاء ال الله عليكي. بنت مدرب هو اللي كان مسؤول عن المدرسة العسكرية بتاعت إسماعيلية. كابتن عارفة يعني ايه نزلت لها قضي على طول؟ قاضية. هي طبعا كانت السنة اللي فاتت البنت ديت كانت بتلعب مع بنت من عندنا، من مركز الشباب اللي احنا كنا فيه، فطبعا البنت دي ما كانتش جاهزة، فالبنت دي يعني ما كانتش بتلعب قبل كده. كانتش طيب بتلعب، وابتدي يعني لعبناها وقلنا تشارك، فلما شاركت المفروض البنت ديت ضربتها، يعني بصي طلعت فيها بقى الحاجات دي. وقعتها. فانا كان ده كنتار. حضرتك رديتي كنتار. نزلها قصدي فلما على جيت طول. لعبت البولة خدمتني ولعبت معاها انا في الفترة البطولة اللي فاتت دي، فانا طبعا لا كنت حاسة ان في طار لازم. يتخاف منك يا كابتن. ناخد عبد الله.
الو، استأذنك بس توطي صوت التلفزيون. الو، اتفضل يا عبد الله، انت على الهوا. ازيك يا اميره، عامله ايه؟ ازيك يا عبد الله، حد يعرف اخويا؟ حضرتك؟ والله انت منورانا وشرفانا. تسلم يا عبد الله. عامله ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. والله انا عايز اقول لكابتن اميره ربنا يوفقك، وانت مريتي بظروف صعبه وربنا يوفقك، ويمكن الكلام ده ما كانش يعني من بدري، ظروفك ما ساعدتكيش ان انت تبداي بدري، لكن الحمد لله انت الحمد لله. مجرد ان انت بداتي، برغم ان انت بداتي من سن متاخر، الا انك عملتي قدرت تعملي حاجات كتير قوي، بداتي بالبطولات وبداتي والتدريب وكل ده في وقت قصير قوي. بدعواتكم. الله استاذ عبد الله، عايز اسال حضرتك، بما انك انت اخوها، كان بالنسبه لك عادي ان هي تنزل تلعب بوكس؟ ما عندكش مشكله في ده؟ لا عادي بالنسبه لي، ما فيش مشكله. كنت بتشجعها يعني عليه؟ ايه، كنت بتشجعها ان هي تلعب؟ طبعا 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 كنت بشجعها، واوقات كانت بتقول لي مثلا انا عندي تدريب وهلعب ومش عارف، كنت بروح اتفرج عليها اوقات. بتشجعها؟ اه كان بيحضر صحيح. زي ما كابتن اميره قالت، دور الاسره مهم جدا، فيعني اسرتها واخوها كان بيشجعوها وبينزلوا معاها كمان التدريبات والتمرينات. طيب كابتن اميره، انت في حاجه معينه مثلا اسرتك كانوا متضايقين منها، مش عايزينك تلعبي عشان قلقانين ان انت تبقي في حاجه مشكله بتتعرضي لها او حاجه زي كده؟ لا 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 خالص، كانوا معاكي في كل حاجه، ما حدش منهم قال لك اي حاجه عن الموضوع ده؟ لا لا خالص، كانوا بيشجعوني بصراحه. طيب دي حاجه كويسه جدا. ميرسي استاذ عبد الله على مداخلتك، شكرا لحضرتك. طيب كملي لي بقى، يعني بعد ما ضربتي البنت القاضيه وخدتي البطوله. طبعا باباها كان مدرب المدرسه العسكريه اسماعيليه، ازاي طبعا يحصل معاه في الوقت دوت قدام زي بنته تتدرب اصدقاء؟ فده كان برضو، جبت تاني جمهوريه. يعني لما لعبتي تاني جبتي تاني جبت جمهوريه؟ تاني جمهوريه. ما شاء الله، ما فيش فايده يعني. عملتي ايه فيها بقى، او في اللي كان بيلعب قدامك؟ يعني المره دي قتلتيه ولا عملتي فيه ايه؟ لا، هي وقعت قاضيه، ما كملتش. خلاص انسحبت في ساعتها. ما شاء الله. طب كابتن اميره، انت في حياتك بقى بره تدي للناس قاضيه كده ولا ايه؟ يعني الموضوع ده عشان ابقى فاهمه بس، تتعاملي ازاي في الموضوع ده بره؟ زي ايه؟ يعني مثلا لو تعرضتي لمشكله تستخدمي بقى رياضتك؟ هو المفروض حصل كتير مشاكل كتير. لا لازم اعرف بقى. وحصل. يعني انت في حياتك العامه بره بتلعبي بوكس عادي مع الناس؟ لعبتي بوكس مع مين يعني؟ مع الناس ولا مع ناس بره الملعب، بره تدريبات؟ والله كنا في فايت قبل كده في نادي الوفاء والامل برضو، وكانت ايام الثوره، ودخل في وسطينا كده واحد وانا بمرن الفرقه، قال البنت دي سايبينها ليه؟ فسايبينها يعرف حضرتك يعني؟ لا خالص. حد اقتحم التمرين ودخل بيتكلم معاكي؟ وازاي سايبينها وازاي؟ فالكابتن بيقول له مش فاهم انت بتتكلم في ايه؟ قال له البنت دي تبع الماسونيه اليهوديه. الماسونيه اليهوديه. هو طبعا ما كانش طبيعي، يعني حد ما كانش طبيعي. عملت في ايه؟ فطبعا ضرب وجه الجيش خده ساعتها. الجيش جه خده. ضربتيه؟ في حياتك طيب تاني بره الناس دي ضربتي حد؟ ايه تاني؟ خلاص بقى. الناس كده هتخاف. حضرتك يعني عادي بتتعاملي برياضتك عادي جدا؟ انا واخداها سلاح، مش يعني. يعني انت واخداها اصلا علشان تعرفي تدافعي عن نفسك؟ ادافع عن نفسي واحمي نفسي واسرتي. طب في البيت بقى انت عامله ازاي؟ عامله ست. عادي. ومع الولاد؟ لا، ست وراجل. طيب ناخد مداخلة كابتن محمد وبعد كده نرجع نشوف موضوع البيت ده. الو كابتن محمد، اتفضل حضرتك على الهواء. ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن امير منوره الدنيا كلها ومتألقة، ومثل اعلى لفتيات مصر. في ناس كده لما الواحد بيشوفها كده بيحس ان هو شاف النيل، الاهرامات، علم مصر. انت واحده منهم يا مدام اميره. تسلم. وانا بتمنى لك بجد ان انا اشوفك بطولة العالم، بطله قويه جدا، وانت بتلعبي رياضه قويه، دافعي بيها عن نفسك، تشتغلي على حد، شخصية جميلة جدا، وربنا يوفقك في حياتك يا رب. تسلم يا كابتن محمد، ده حضرتك برضو بطل ومدرب قوي جدا في الفروسية يعني. بشكرك يا كابتن أميرة. ميرسي. أتمنى أشوفك في حاجة تدريب بقى عندنا في يوم، ويبقى فروسية وبوكس مع بعض. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي يا كابتن محمد. شكرا على مداخلتك. كابتن محمد كابتن فروسية. كابتن فروسية، كابتن منتخب مصر.
ما شاء الله زميل حضرتك يعني. اه طيب كملي لي بقى، في البيت عامله ايه؟ عامله ست. عامله ست مع الولاد؟ لا يعني ست وراجل. يعني في مره مثلا لقيتي نفسك اتهورتي ضربتي حد من الولاد؟ لا كتير كتير. اه طب بتعملي ايه؟ بتتحكمي في الموضوع ده ازاي؟ لازم يعني مش ضرب غرب يعني، بس لازم الواحد يبقى حازم شويه مع الاولاد، خصوصا الولاد بيلعبوا رياضه؟ مروان بيلعب ايه؟ بوكس. طبيعي. ابن الوز اساسي. لازم يكون بيلعب هم بوكس. الثلاثه بيلعبوا بوكس، بس مروان يعني بشتغل عليه اكتر في الوقت ده. حضرتك عندك 3 ولاد؟ اه. اكبر حاجه؟ اكبر حاجه جنى. كام سنه؟ 16. 16 سنه. ومروان عنده قد ايه؟ عنده 14 سنه. يعني حضرتك ام الانسه عندها 16 سنه تلعبيها بوكس، برضو الموضوع هيبقى وراثي. ومروان بيلعب بوكس، هو اكتر حد وارث منك اللعبه. واخد بطوله منطقه جيزه. بيتعاملوا مع بعض بالبوكس هم كاخوات؟ ساعات. بتعرفي تهندلي الدنيا وتعرفيهم ان دي بس للنادي والمواقف معينه، ولا على طول بتفهم؟ لا بيبقى في توعيه، بس برضو الاولاد في السن ده بيبقوا شويه تنشن. اكيد. طب كلميني بقى اكتر عن الحاجات اللي واجهتك كصعوبات او كمشاكل كانت ممكن تخليكي تقفي بس انت تخطيتيها. الاولاد ساعات الاولاد المفروض بيبقوا محتاجين رعايه، محتاجين ان انت تكوني معاهم طول الوقت كده يعني. وده كان هيخليكي تقفي في وقت معين؟ ساعات بس لا يعني صممت والحمد لله يعني. ازاي تخطيتيها بقى؟ اتخطيتها لان الواحد يعني عنده طموح، حاسس ان هو هيرجع تاني من نقطة الصفر. قدرتي تنظمي وقتك ولا عملتي ايه؟ قدرت انظم وقتي، بس ولادي تعاونوا معايا. حلو قوي ده. ازاي؟ احكي لي كده وجه التعاون، كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني تعاونوا معايا في حاجات كتيرة، ما عاشوش طفولتهم زي اي اولاد يعني. كانوا متفاهمين ان ماما بتلعب رياضة، ان ماما بتشتغل وماما بتلعب رياضة وبتتمرن اوقات طويلة، فهم نفس الكلام يعني، يا معايا في النادي يا اما بيتمرنوا برضو يا قاعدين لوحديهم في البيت. تمام. حضرتك دلوقتي بقى بتدربي؟ طبعا. بدأتي تدريب بقالك قد ايه؟ بدأ التدريب بقالي 3 سنين. بتدربي فين او بتدربي ازاي او سن قد ايه؟ بدأت في نادي الوفاء والامل اللي هو النادي بتاعي، وطبعا الجيش خده علشان بيوضب فيه، فبدأنا التمرين، نقلنا التمرين في نادي الرماية بالقوات المسلحة. مع ان حضرتك كان عندك فرصة ان انت تشتغلي اكيد في نوادي اكبر من الوفاء والامل، بس انت لا، كنت عايزة اخد ادي الناس الاطفال اللي هم مني الخبرة بتاعتي. طيب خلينا ناخد مداخلة لمياء، وفي شوية صور كده محتاجة تعقيب حضرتك عليهم. الو لمياء. ايوه يا فندم. اتفضلي انت على الهواء. ايوه يا فندم. كابتن اميره برحب بيها طبعا. كابتن اميره حاجه جميله. حبيبتي يا لمياء. ميرسي حبيبه قلبي يا كابتن والله. تسلمي لي. ربنا يخليك. دي من التلاميذ بتوعي. الكابتن بتدربك؟ انت من تلاميذ الكابتن؟ طبعا. وهي طبعاً. كبيره برضو. احكي لي طبعا الكابتن في التمرين كده شويه. ايه؟ كلميني عن الكابتن في التمرين بتبقى عامله ازاي؟ لا الكابتن ما شاء الله عليها يعني باور، طاقه، حماس. بتهتم جدا جدا بالناس اللي بتتدرب معاها. العامل النفسي يعني بتهتم كمان بيه جدا. بتدعم الناس اللي بتتدرب. يعني حد نموذج ممتاز جدا جدا للمدربين صراحه يعني. ميرسي يا لمياء. ميرسي يا لمياء. ميرسي. شكرا على مداخلتك. وانت شاطره وبتستجيبي. ربنا يخليكي يا كابتن والله، ودايما في تقدم ان شاء الله باذن الله. تسلمي لي يا لمياء. ميرسي. ربنا يكرمك حياه قلبي. ربنا يبارك لك. تسلمي. شكرا يا لمياء. خلينا نشوف صور. طيب عندنا في الماتيريال كده عايزين تقولي لي عنها شويه، كانت تمام. فين او تحكي لي القصص بتاعتها. يعني هنا حضرتك بتتكرمي؟ هنا في نادي الصيد. ده اللي على شمالي دوت وكيل الوزارة سابقا، ده رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد البوكس، هو بيكرمنا في دورة تدريبية. تمام. لا مش شايفة. ده أحد تدريب. مش شايفة. ده جاسر ابن أختي برضو ممرناه وواخد بطولة منطقة. حضرتك اللي ممرناه؟ أيوة. دي ممرنا العيلة كلها بقى. دي بطولة جمهورية واخدة فيها أول في اسكندرية برضو. فيها ميدالية وكاس؟ آه.
دي في اسيوط، في المدرسه العسكريه اللي في اسيوط، وكابتن محمود كان جنبي، وكابتن محمد العطار كان بيجهزني للمنافسه وكده يعني. حضرتك لفتي مصر كلها في الصورة دي؟ ديت كانت برضو في نادي الصيد، كنت بقول كلمة كده بعد الدورة التدريبية، ده برضو مع الدكتور في آخر يوم في الدورة التدريبية، كان احتفال وكده. رئيس الاتحاد؟ لا، دكتور غذائي، ده كابتن عمار برضو، طيب قولي أحمد لي يا عمار. كابتن، انت كان في حاجة كلمتيني عنها كده واحنا بنحضر الحلقة، بتقولي لي انك حضرتي محاضرة عن التنمية البشرية او عن اللايف كوتشنج حاجة زي كده، كلميني كده عن الموضوع ده، يعني كان في حد عايزك تبقي موجودة لا، كنموذج مشرف؟ كنت بشتغل في نادي الربوة، وكان في دكتور في الجيش، دكتور لواء، مجرد بس ما عرف نبذة كده ابتدى ياخد مني محاضرة كاملة، وراح الجيش احضرهم بيها يعني. علشان قال حضرتك لي تبقي ده نموذج نموذج، قال لي ده تتكلمي. نموذج مشرف جدا، وتواصل معايا وعمل اكتر من محاضرة معايا في هو حضرتك نموذج مشرف تسلمي فعلا. لي يا طيب انا حبيبتي. معايا فيديو هنا وحضرتك بتمرني حد، عايزاكي تقولي لي كده اي تعليق على الفيديو ده، عشان انا واخده بالي انك بتمرني راجل كبير. شاب، هو او شاب مبتدئ لسه يعني، ده كان برايفت ولا حضرتك كنتي بتدربي في النادي؟ برايفت في جيم يعني. بتتعاملي ازاي مع المواقف دي يا كابتن؟ انا شايفه انت بتدربيني ما شاء الله، انت لا، بتتعاملي هو ازاي؟ الولد ده عنده إصرار كبير، بس هو يعني المفروض ان هو في حاجة بيجهز لها، بس بيجهز لها في وقت صغير يعني، فالمفروض بطولة ان أو هو حاجة زي كده؟ فهو شادد قوي على نفسه، وانا كنت شادة معاه في الوقت دوت، ويعني كان عنده بتاع دوت رايح بكين علشان خاطر في عنده دورة تدريبية للحراسات الخاصة، وكان حابب ان هو وهي كنت مسؤولة عن تدريبه. حلوة قوي. طيب حضرتك الفترة الجاية بتشتغلي على نفسك على انك توصلي لإيه او تعملي ايه؟ يعني عايزة تاخدي بطولة العالم ولا هو تدربي بس؟ لا، تدريب بس. يعني انت الفترة الجاية انت مسخرة هو نفسك بس خلاص، للتدريب. هو المفروض ان انا عملت الدورة التدريبية بتاعت النقابة، فالمفروض ان انا خلاص مش هينفع العب كده، عشان خلاص يعني مجرد ما خدت الدورة التدريبية بتاعت النقابة انت خلاص ما ينفعش تبقي لاعبة يعني. طيب حضرتك لو هتوجهي كلمة سريعة كده لكل الستات أو البنات إن هم يشتغلوا على نفسهم عشان يحققوا حلمهم، تكون كلمتك إيه؟ كلمتي والله الصبر، والصبر والعزيمة، وفي نفس الوقت عايزة أولياء الأمور كلهم اللي في البيت والأسرة كلها تشجع البنت قبل الولد. البنت أهم أصلا، الولد كده كده بيتشجع. هقول لك، البنت أصلا من طبعها إن هي في الرياضة أحسن بكتير من الولد، باور، بتفهم بسرعة يعني، عندها سنس. بشكرك كابتن أميرة ميرسي جدا، وأكيد ميرسي. هبقى أنا كمان بقول نفس الكلمة بتاعت كابتن أميرة لكل الأمهات والأبهات وأولياء الأمور. بشكرها جدا، شرفتني في الاستوديو، ميرسي يا سارة. وبشكر ست الكل اللي قاعدة في البيت طبعا، أمي قبل أي حد، وبشكر كل الأمهات اللي بتتفرج علينا وكل الستات، كل حد منكم بطل في حاجة معينة. طبعا طنط عهود بطلة العالم في إنها قادرة تحافظ على بيتها وتبقى راجل وست، وطنط عيشة اللي دفى مالي بيتها، والاسامي الكتير اللي بتتقال لنا هنا في الاستوديو، ام خالد وام جهاد وكل الامهات والستات المصريه، انتوا ابطال في اماكنكم، سواء كنتوا بتحققوا احلامكم بره او بتبنوا كارير، او سواء كنتوا بس بتحافظوا على بيوتكم وبتربوا جيل يطلع بعد كده يحقق بطولات. دمتوا في خير، ودمتوا بكامل قوتكم واصراركم وتحقيقكم لاهدافكم واحلامكم. استنونا الاسبوع الجاي قبل ساعه من دلوقتي في الى اخره.